بسم الله الرحمن الرحيم. لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها أهل الشقاء آثارا، قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى بالقيامة نارا، أعلمت أي مراقد هدمتها هي للملائكة لا تزال مزارا. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن الخزي والعذاب العظيم للوهابيين ولآل سعود وللتكفيريين، أعداء الله وأعداء رسوله. هذه البيوت أذن الله لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فمن سعى في خرابها، سعى في خراب بيوت الله عز وجل، ويستحق بذلك اللعنة الأبدي. وهذا دليل على عدائهم، إنهم يشيدون قصور ملوكهم آل سعود، يشيدون المليارات في قصورهم، في محلات فحشائهم وكبريائهم وظلمهم، ويهدمون بيوتا أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. إذن فالخزي والعار واللعن الأبدي على آل سعود، وهم إخوان اليهود الذين يصرفون مليارات، عشرات المليارات من أسلحتهم لقتل المسلمين، ولا يطلقون طلقة واحدة على إسرائيل. هم إخوان اليهود، بل هم يهود، هم دمهم دم يهودي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحق بهم، يحيق بهم مكرهم، كما قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وبالأخير أسلم على سادتي الأئمة الأطهار، السلام على سيدي ومولاي الحسن بن علي الزكي، والسلام على سيدي ومولاي زين العابدين علي بن الحسين، والسلام على سيدي ومولاي الإمام الباقر محمد بن علي، والسلام على سيدي ومولاي أبي عبد الله جعفر بن محمد، صلى الله عليكم أجمعين ورحمة الله وبركاته.